مكالمة هاتفية اخويا. شوف هاد الناس هادو اي واحد دابا يعني انا علاش البارح حيت خرجت البارح شكرت الدنيا اليوم تيقول لك حطت صورتي ولا واحد الاوديو قال لك منير تيقول لان دنيا مصفطه للحبس. واش الحبس انا صورت في يديا؟ الناس هادو راه ما فهمتش هاد الناس هادو كيفاش شي ما فهمتش. ساليتو مع 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 جواد قنانة، ساليتو مع مع سميتو، عاوتاني بان لكم منير في البلان عاوتاني. حتى انا ديجا كنت قلتو لي عليها شي حاجه باش نتخاصم انا وياه، وفعلا كان وقع لي معايا انا وياه مشكل هادي واحد دو سمان وشرحت لي الامور، وعاوتاني دابا ما شفتونا ما كاينش عاوتاني بنا لكم عاوتاني في البلان. انا المهم داكشي شوف الله اللي تيخلص اي واحد بالنسبه يعني هذا الامر هذا يعني باركه من الهضره ديال الدراري الصغار، الهضره ديال الناس اللي ما عندهاش المستوى. واش حنا ما عندنا ما يدار؟ ما عندنا حتى شي حاجه في هذه البلاد هذه، عندنا غير الخاتم، عندنا غير قال هذا قال هذا قال هذا. ما شوف شوف بنادم عطوا الاضافه يعني المغاربه. انا من هذا المنبر ديالك يعني تنقول للقنوات المغربيه الله يخليكم نهزوا بالمستوى شويه، ما نبقاوش اي واحد نعطوه الميكرو ويبقى يدوي وبدا يقول تفاهه. حنا بغينا شي حاجه ديال المعقول اللي غتهز بالبلاد، ماشي شي حاجه اللي حنا نمشيو عند يعني شحال هادي انا صحفيين كنت نعرفهم كيتمشيو يسالوا وزاره، كنت يسالوا عمال، كانوا تيسالوا يعني دكاتره على ود اشنو كاين، اشنو كاين في البلاد، شنو اللي خصو يكون، شنو يعني شنو ما يعني دكتور شنو اللي فين وصل، هذا مفكر فين وصل. ولا حنا دابا من هبه ودابا تيشد الميكرو تيدوي على التخربيق؟ اش حنا غنخليو حنا المغاربه ديالنا غيبقاو في التفاهه؟ هزوا شويه النيفو الله يخليكم. انا من هذا المنبر انا نتمنى انك ما تقطعش ليا هذه القضيه هذه، هزوا شويه النيفو. راه كاينين بزاف ديال القنوات الصرف الصحي، ماشي انا باش غادي نبغي ندير الفي لواحد القناه وغادي نبدا نطيح في ناس اخرين غنقولوا فضيحه ولا عرفتي راه عينا مد فضيحه. واحد قال حشومه، وكل مره واحد قال راه ما غاديش نساليو. انا راه بزاف عليه هذاك اللي حط هذاك سميتو، بزاف عليه ودنيا بزاف عليه. انا باش غادي خاصمنا انا وديك السيده كل البعد ما كاينش. هذيك السيده ما عمري تخاصم معها، لحقاش الا تخاصمت معها تنبقى بيني وبينها ما تنخرجش لعباد الله، وهي الا تخاصمت معايا راه بيني وبينها، حيت الخوت بحال هكا الا تخاصمت انا وياها راه بيني وبينها ديك الهضره كاع، الا طرا كاع مشكل راه كان مشكل بيني وبينها. وفعلا تواصلت معها وتواصلت معايا وقالت لي يعني وشرحت لي الامر فين كاين، وانا الا كان هي عندها مشكل هي غادي تعيط لي وتقول لي منير راه اللي قالوا لي واللي قالوا لي، وعارفاني انا ما غنقولش لها ديك الهضره لحقاش انا كبير على داك الشيء. وهذوك الناس اللي بغاو يديروا هذه القضيه هذه تنقول لهم منير بعيد عليكم بزاف كل البعد، انا راه ماشي فنان باش غطيحوني، عندي رزقي عندي مسائل ديالي باش غادي، ما تنتسناش شي واحد اللي غادي يصرف عليا ولا شي واحد اللي غادي يجي يطيح بيا. منير كبير عليك بزاف، انا تنقولها لك وسولي عليا مزيان وسولي على منير شكون هو. انا ماشي تنتكبر، انا ولد الشعب والطرب ديال رجلين ديال الناس، ولكن باش نتهان بالكرامه ديالي ان يلحوا عليا الباطل على واحد السيده اللي انا صديقه ديالي، عيب وعار ان ديك السيده يجي يقولوا حطوا تصويرتي وحطوا واحد الاوديو شوف ديال شي واحد جو سي با. انا ما نكذبش عليك انا ما تسوقتش ليه حقاش انا تيبان ليا تفاهه، حيت البارح خرجت شكرتها اليوم خارجين فيديو شنو هو داك الشيء زعما ما فهمتوش. انا بغيت غنفهم هذه القضيه هذه. واش حنا ما عندنا ما يدار؟ مازال تنعاودك الا ما عندنا ما يدار قولوها ليا يعني دون اي من هبه ودب نعطيو الميكرو الله يخليكم. الناس ديال اليوتيوب راه نتوما ناس راه تنعرف ناس فيكم الله يعمر لهم الدار تيدوي بصدق، وكاينين الناس اللي تيطلعوا غليفي ما طلعوش ليبي بالتفاهه وما طلعوش ليبي يعني بشي حاجه اللي غادي تخسر واحد مع واحد وبنادم ما عارفش حتى شنو الدليل. عطاني الدليل انا معاك، انا من دابا انا معاك ونخرج نطلب السماحه، ولكن باش غال هضره انا راه نقول لك انا راه عايرني مع شكون وسميتو يلا عطيني الدليل. راه الحمد لله راه بلاد ديال الحق والقانون راه ما تلعبوش، والحمد لله عندنا سمعه ديالنا في هذه البلاد هذه وتنعرفوا ناس كبار في البلاد اللي تيحترمونا وتيعرفونا كيفاش تنتعاملوا وما تنطلبوش من عند الناس باش تنعاونوا، حنا تنعاونوا من جيبنا الحمد لله. وراء جلاله الملك الله ينصروا في هذا النهار هذا، لحقاش حنا غاديين يعني بالرضا ديالو، لحقاش ما كاينش شي واحد هنا في هذه البلاد هذه اللي ما تيديرش شي مبادره لوجه الله ولوجه سيدنا، لحقاش حنا كاملين مغاربه الحمد لله من طنجه للقويره. وشكرا للشعب المغربي وكلشي كلشي كلشي يعني كاع الناس يعني في القلب ديالي، وتندوي عفوي علاش ندوي عفوي لحقاش داكشي ضرني
بقى في الحال، ولكن الحمد لله انا دابا كما تشوفوا في الحفل ديال فاطمه الركراكي، انتم تشوفوا الحفل ناجح 100%. الحمد لله عندنا عمل ديالنا كبار مع الناس كبار، مع واش غادي نبقى نتبع انا التفاهه؟ التفاهه ما عندي ما ندير بها، عندي ناس كبار اللي تيعزوني وتيهزوا بيا، ما انا باش غنبقى نتسنى واحد القناه ولا واحد ما عادش قالوا لي ما ماشي حتى قناه، كون قناه انا غادي نحترمها، ما عرفت شي انستغرام جو سي با، هذاك الشيء انا ما تنعترفش به.